السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم اخواني اشرح لكم طريقة نقل شاشة الويشات من جهاز الايفون او الاندرويد الى شاشة الكمبيوتر، مو تنزيل البرنامج ولكن مجرد الدردشة عن طريق جهاز الكمبيوتر. بالبداية نفتح الويشات زي ما انتم شايفين. هذا البرنامج ندخل على هذا الموقع، راح احط لكم الرابط اسفل الفيديو. بعد كذا نضغط على هذا الخيار تنزيل مجاني الان. طبعا هو مو تنزيل ولكن زي ما قلت لكم الدردشة عن طريق جهاز الكمبيوتر. بعد كذا نضغط على الويشات على الويب، راح تطلع لنا الماسح او البن او مدري وش يسمونه هذا. نضغط من هنا على البرنامج من داخل جهاز الايفون. طبعا لازم الاجهزة الذكية زي الايفون او الاندرويد نضغط عليها من هنا، تطلع لنا خيارات، نختار الخيار الثالث اللي هو المسح. بعد كذا راح تشتغل الكاميرا الامامية. الكاميرا الامامية نوجهها على هذا الشريط بس كذا، وراح يتم الاتصال تلقائي زي ما انتم شايفين بيحمل الحين. يقول ان هنا اتصال عن طريق الكمبيوتر، نقول نعم. خلاص هذه المحادثة زي ما انتم شايفين هنا طلعت لي كاملة. من هنا جهة الاتصال، من هنا مثلا ابغى ادخل على الشخص الاول او الاسم الاول، مثلا اكتب اي شيء بالعربي والانجليزي يقبل على طول زي ما انتم شايفين. خلاص راحت الرسالة. برضو هنا راحت الرسالة زي ما انتم شايفين. تقدر ترسل الفيسات متوفرة، برضو الصور اذا بغيت تختار صورة من عندك من جهاز الكمبيوتر برضو تختارها، تضغط على سند. خلاص يتم الارسال. الحين ابقى اسجل خروج. طبعا تقدر تدخل على بروفايل الشخص من هنا وتشوف الصور اللي عرضها هو. تسجيل الخروج، تقدر تسجل خروج من هنا، تسجيل خروج او من جهاز الايفون او الجلاكسي نفسه من هنا. نضغط على هذا الخيار، عفوا مو من هذا الخيار، نضغط على هذا الخيار اللي فوق ويطلع لنا من هنا الخروج من جهاز الكمبيوتر. نقول نضغط على خروج، يقول تسجيل خروج، نقول نعم. طبعا راح يتم تسجيل الخروج من جهاز الكمبيوتر فقط. خلاص تم تسجيل الخروج الحين، ويبقى طبعا متصل في جهاز الايفون. طبعا طريقة تنزيل البرنامج نفسه على الكمبيوتر بالايفون، محاكي الايفون ما حصلت هذا البرنامج غير متوفر، ولكن محاكي الاندرويد ممكن تحصلونه الله اعلم عنها. اي سؤال واستفسار بخصوص هذا الدرس انا دائما وابدا بخدمتكم. اذا عجبك المقطع اضغط على لايك، اذا حاب توصلك مقاطع وشروحاتي اضغط على اشتراك. مشكورين على المتابعة، فمان الله.